السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، تفضل. سؤال، هل علي بن أبي طالب من الصابرين أم لا؟ من الصابرين أو من الصادقين كمان؟ إيه تاني؟ صابرين، لا نعم، صابرين وصادقين، تعترف بهذا الأمر؟ طب إيه المشكلة يعني؟ لا، أنت تعترف بأنه صابر؟ آه، أعترف أنه صادق، تفضل. إذن أنت أقررت بإمامة الآن؟ أيوة، فين بقى القرآن؟ صريحة. تفضل، والآية صريحة، تفضل. الآية سورة السجدة 24، تمام. أي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. شنو معناها؟ معناها موجود في الجبل، استنى روح أدور عليه. استنى، فسرها لي بجد، روح أدور عليه، بصراحة أفحمتني. لا ما أفحمتك، فسرها لي. موجود يعني. طب ولو جبت لك ان علي ان ابو بكر الصديق من الصادقين، ايه رايك؟ يبقى ابو بكر هو الامام. دعك، نتكلم في علي، نتكلم في علي. هو اصلا ابو بكر كان يصلى على محمد وعلى محمد. ابو بكر الصديق من تفسيرك من الصادقين. احنا الخلاف خلافنا في علي، اجب على هذا المثال. لو جبت لك ان ابو بكر من الصادقين تنطبق عليه الايه دي ولا ما تنطبق عليه؟ ابو بكر عنده هواي مصايب، الامام علي ما عنده مصايب. يا عم سيبك بقى من ان علي عنده مصايب ولا ابو بكر عنده مصايب، وهات اخترعه وخلاص، انتم بتخترعوا. وهل يستوي ابو بكر؟ مش ياله هو كوسه، هي الست الوالده قاعده بتقشر كوسه. اي واحد يجي يجيب لي ايه ويقول لك كان من الصادقين، كان من الصادقين، كان من الصابرين، كان من الصابرين، يبقى الايه دي تنطبق عليه. طب اكتب انت كده الصادقين في القرآن الكريم، واكتب الصابرين كده في القرآن الكريم، هجيب لك 10 آيات على ناس صابرة تانية وصادقة تانية. يا اخي الله، ما في حد منهم فاهم حاجة.